صباح الخير متابعي فقرة حياتك والطقس، وأهلا وسهلا بالمتابعين الجداد. نهار اليوم الأحد بترجع الأجواء في عموم مناطق المملكة بتستقر وبتميل للدفء في عموم المناطق، وطبعا راح تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية، وهي الأجواء الحلوة اليوم الأحد راح تأثر بشكل واضح على حياة نشاطاتنا اليومية. فاليوم الجلسات الخارجية فكرة جيدة، وغسيل السيارات ممتازة، والحابين يروحوا على البحر الميت اليوم أيضا الأجواء جيدة لمثل هذا النشاط. وأيضا اليوم طبعا نشر الغسيل لفكرة ممتازة، والتسوق أيضا ممتاز، وبتضلها طول فترة الشتاء طبعا فرصة وجود الناموس ضعيفة، ولكن الحشرات ممكن أنه تطلع بهذا الطقس الدافئ، فبدي منكم أنكم تسكروا النوافذ وأبواب المنازل بإحكام. وأيضا اليوم الحضارة طبعا صحتنا متأثرة في الأمراض الموسمية بشكل واضح، مثل الإنفلونزا، البرد والرشح، وأيضا اللي بيعانوا من الجيوب رح تضلها فرصة تأثركم بالطقس عالية، ولكن اللي بيعانوا من الربو كونه ما في أي غبار في الجو بإذن الله رح تكون فرصة تأثركم ضعيفة. ايضا اللي بيعانوا من الروماتيزم بضلكم دافين حالكم كثير منيح طبعا بهاي الاجواء لحتى يخلص فصل الشتاء. والرياضيين اللي حابين انهم يمارسوا هواياتهم الرياضيه في كافه اشكالها، مثل كره القدم والسله، الركض والمشي لمسافات طويله، او حتى الركوب على الدراجات الهوائيه، اليوم الاجواء جيده لمثل هاي النشاط. ولكن اللي حابين انهم يسبحوا سواء في البحر او في البرك الخارجيه، الفكره لساتها مؤجله ليخلص الشتاء بشكل تام. واخيرا طبعا انا بدي منكم ضلكم حتى لو انه الاجواء دافيه تخلوا معكم جاكيتات اذا حبيت انكم تطلعوا جلسات خارجيه او في ساعات المساء. وانا لهون بدي اتمنى لكم بدايه اسبوع جميله وموفقه، ولهون الى اللقاء.